السلام عليكم وليداتي، تلاميذ السنة الرابعة متوسطة. اليوم راني رجعت لكم وليداتي بهاد التمارين. غادي اليوم غادي نديرو هذا 42 ونديرو 43. بسم الله على بركة الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنايا قال لك كاتب ياسين: The famous Algerian writer is interviewed by a French TV journalist. قال لك كاتب ياسين هو كاتب جزائري معروف تحاور مع صحفي فرنسي. I listened to كاتب ياسين in part 1. part 1 راني درتها لكم وليداتي، معليش غادي نسمعها لكم وانتوما غادي غير نسمعها لكم نقراها لكم وانتوما سمعوا وحلوا هذا. I listened to كاتب ياسين in part 1 of this TV interview and tried to guess the French journalist's question by choosing the correct answer A, B, C or D. قال لك غادي نسمعوا الكاتب ياسين part 1 وغادي نقاس يعني نخمن شوالا السؤال اللي طرحها عليه، باسكو حنايا في البارت 1 كاين غير الجواب تاع كاتب ياسين. صافي نتايا قاس يعني خمم وخمن خمن شوالا هو السؤال اللي طرحه الجورناليست الفرنسي للكاتب ياسين. هنايا قال له شوفوا انتوما خيروا لي، قارو نقراها لكم. هيا سمعوا سمعوا سيو تسمعوا. كاتب ياسين: In my childhood there were let's say the French school teacher and my mother in endless conflict with each other because they represented two opposite worlds. My mother represented Algeria walking barefoot at home with her long dress, speaking a different language, whereas my French school teacher walked with high heel shoes, 20th century dominating prestigious country France. Well, this was a superior world to me. صحي دروك الى ما عرفتوش روحوا رجعوا للترجمه تاعه لفي الفيديو السابق، تبعوني انا غادي نعلمكم كيفاش تسمعوا. صح قال لك هنايا which اسكو طرح عليه السؤال: Which important teachers affected your personality in your childhood? اسكو قال له شكون هما الاساتذه اللي اثروا على الشخصيه تاعك في الطفوله؟ ولا بي قال له Which important friends affected your personality in your childhood? اسكو قال له وراهم وشكون هما الاصدقاء اللي اثروا على الشخصيه تاعك في الطفوله؟ و سي قال لك which important persons affected your personality in your childhood. قال لك اسكو وشكون هما persons وشكون هما الاشخاص اللي اثروا على شخصيتك في الطفوله؟ ولا قال لك which important events شاولا هما الاحداث affected your personality in your childhood شاولا الاحداث اللي اثروا على الشخصية تاعك في الطفولة. هيا قولوا لي تشوفوا إذا تفهموا وسمعتوني وقريتوا معايا الفيديو الماضي غادي تفهموا. هو ما قالاش على الأساتذة باسكو قال لك كاين ما وكاين معلمتي هما اللي أثروا عليا وكانوا كيما قلنا حنايا في صراع، كانوا في صراع كيما نقولوا حنايا in endless conflict with each other، كانوا في صراع لا منتهي مع بعضهم البعض. يعني قال شكون هما الاشخاص، من هم الاشخاص اللي اثروا عليك اثروا على البيرسوناليتي تاعك في الماضي. ندير هنايا وراي وراي بيرسون سي. اوكي سي هي الاجابه الصحيحه باسكو قال له In my childhood, there were, let's say, the French school teacher and my mother. يعني كاين school كاين the French school teacher أستاذة فرنسية and my mother يعني زوج. أوكي نروح نحلو تاسك
تاسك 43 هاي واش نقولوا هنا ايه قال لك لسن جام تو بارت 1 اوف ذا تي في انترفيو اند كومبليت ذا فولوينج سنتنسز وذ ذا ووردز يوزد باي كاتب ياسين. غادي تسمع انتيا ولا انتيا بنتي غادي تسمعوني غادي نعاود نقراها وحاولوا ديروا هادو قبلي اوكي غادي نقرا لكم غير بشويه صح نقرا لكم غير بشويه اوكي كاتب ياسين in my childhood there were let's say the French school teacher and my mother in endless conflict with each other because they represented two opposite worlds. My mother represented Algeria, walking barefoot at home with her long dress, speaking a different language, whereas my French school teacher walked with high heel shoes. 20th century dominating prestigious country France. Well, this was a superior world to me. صحيح؟ قريتها. شان ديرو هنايا in my childhood there were let's say the شاولا the French school teacher هنايا French school teacher and my school mother صحيح كاين أستاذة تاعه تاع الفرنسية وامه in endless conflict with each other because they represented two شواله شي ريبونس شي شر كيما نقولوا حنايا شي يمثلوا represented يعني تمثلان conflict يعني صراع ولا تعارض conflict يعني صراع نزاع خلاف تعارض تناقض كاع اوكي هذا هو ولادي التمرين رقم 42 و43 وسمعتوني قريت على مسامعكم بارت 1 للكاتب ياسين interviewed by a French TV journalist نتمنى وليداتي كفهمتوا معايا والى تمارين مقبله وما تنساوش تكتبوا لي جيم وديروا لي تعليق شباب وتشجعوني ولادي وانا تاني نشجعكم شوفوا ليسونسييل بغيتوا حاجه كتبوا لي في التعليق اوكي ربي يحفظكم وليداتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.